طيب دكتور إيهاب، ما موقف المصريين في الخارج؟ يعني أخشى إن إحنا نكون بنطلق شعارات، لكن واقع الأمر وبعد المسافات وظروف العالم دلوقتي اللي نتمنى طبعاً إنها تتحسن قبل الانتخابات القادمة لمجلس النواب، إن هي تكون يعني مش مواتية، لأنه المرشح ده يقدر يجي ويحضر الجلسات ويظل له صفة المصري المقيم بالخارج. في الحقيقة القانون عالج المسألة دي، يعني بمجرد فوزه وإنه يصبح عضو في مجلس النواب بيكون حريص على المشاركة داخل الجلسات العامة قدر الإمكان واللجان المختلفة حتى يكون قادرا على أداء دوره البرلماني. أعتقد أن جائحة كورونا معظم دول العالم اتخذت قرارا بالتعايش معها واتخاذ التدابير الاحترازية، وأعتقد أن حتى مصر يعني هيكون هناك فتح للطيران خلال شهر يوليو القادم إن شاء الله، وبالتالي تدريجيا قد تعود الأمور إلى طبيعتها مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وبالتالي هيكون هناك أداء مميز كما كان في مجلس النواب الحالي. النواب اللي كانوا موجودين في القوائم كممثلين للمصريين بالخارج معظمهم أدوا أداء جيد، وأعتقد أني هيكون في فرصة لتمثيل المصريين بالخارج، لأنهم شريحة وطنية موجودة في دول مختلفة من دول العالم حريصين على دعم وطنهم، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لهم ممثلين داخل مجلس النواب. هل البرلمان الموقر الحالي بيحوي عدد ملحوظ من المصريين في الخارج؟ بالفعل هناك عدد من النواب وصلوا إلى المجلس عن طريق القائمة في الانتخابات الماضية وأدوا أداء رائع. قد إيه يعني العدد؟ سواء في عرض مشاكل المصريين بالخارج أو حتى في عرض مشاكل تخص المصريين في الداخل، لأنهم في كل الأحوال لهم موطن داخل يعني داخل مصر، وبالتالي يدركوا حجم التحديات التي تواجه المواطن المصري في الداخل، وأيضا على تواصل مع الأماكن اللي بيقيموا فيها أو لهم أعمال فيها في الخارج، وبالتالي بيقدروا يوصلوا صوت المواطن المصري في الخارج والمواطن المصري في الداخل، وأدوا أداء جيد جدا خلال مجلس النواب الحالي. كم تقريبا نائب ونائبة من الخارج يا فندم بيمثلوا المصريين في الخارج؟ في الحقيقة أنا مش متذكر العدد بالضبط، بس في اعتقادي يعني على ما أذكر أني تقريبا في ما يقرب من 10 أو 12 عضو مجلس نواب عن المصريين بالخارج جمع عن طريق القوائم الأربعة، سواء الأيمتين الكبيرتين أو الأيمتين الصغيرين، لأن كان القانون بتاع مجلس النواب بيشترط أن القائمة تتضمن عدد معين من المصريين المقيمين بالخارج.